كده يا باشمهندسين، هنبدأ كده بنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في المشروع بتاعنا. أول حاجة عايز أفهمها لحضرتك، لو سمحت لما تيجي حد يديك مشروع إن أنت تعمله، تمام؟ مشروع المفروض إن هو كده مديني المعماري، تمام؟ وأنا المفروض أعمل إيه؟ الإنشائي. أعمل تصميم إنشائي كامل، حلو؟ لو سمحت ما تبدأش مباشرة في الشغل على المشروع، أمال تعمل إيه؟ خد مع نفسك كده حوالي 10 دقايق ربع ساعة، اقرا اللوح وافهم الدنيا ماشية ازاي كويس، وبعد كده قول بقى يشمر وخش في المشروع، لكن مش على طول كده بس يلا نخش نعمل استاد جلسة، مفيش الكلام ده. خد وقتك واقرا المشروع كويس، لأن ممكن لا قدر الله غلطة بسيطة في الحتة اللي في الأول دي تخليك بعد ما تخلص شغل وتخلص لوح وتخلص كل حاجة تعيد من الأول، تمام؟ فواحدة واحدة كده مع بعض نشوف هنعمل إيه. ماشي، بص كده يا باشمهندس، ده المشروع اللي معانا، تمام؟ المشروع اللي معانا ده زي ما حضرتك شايف كده كان عبارة عن قطعة أرض. قطعة الأرض دي كانت في حدائق أكتوبر، تمام؟ ومحدد لك مكان قطعة الأرض ومحدد لك كل حاجة، يعني ده مشروع حقيقي خرج من مكتب تصميم، ومكتب التصميم ده صممه بالكامل، والحمد لله المشروع اتنفذ وزي الفل. حلو، احنا هنعمل ايه؟ احنا معانا البلانات المعماري اللي راحت من المكتب المعماري لمكتب مين؟ التصميم الإنشائي. حلو الكلام، فهنبدأ ناخد البيانات المعماري دي ونشتغل احنا عليها تصميم إنشائي من الأول للآخر في ضوء المعلومات اللي احنا درسناها في المحاضرات اللي فاتت، نجمعها كده ونعمل تصميم إنشائي. بعد كده كل حاجة هنعملها في التصميم الإنشائي هنقارنها ما بيننا وما بين الراجل اللي عمل المشروع، بحيث ان احنا نبقى عارفين بس طب احنا ماشيين صح، طب احنا ماشيين غلط، طب الراجل هو كان الحتة دي كانت عنده صح، لا المفروض كان يعملها كده، لا احنا اللي غلطنا واحنا بنعمل كان المفروض نصحح المعلومة. وبالتالي فكرة المقارنة ما بين الحل دي هتساعدنا جدا ان شاء الله، تمام؟ طيب نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة يا باشمهندس، قبل ما اشتغل هروح كده اعمل ايه؟ اقرا، تمام، اللوح المعمارية كويس، وهقول لك كل حاجة في اللوح المعمارية دي بتعمل بيها ايه. فاول لوحة كان من اللوح المعمارية اللي مديها لي كان مديني كده اللوحة بتاعت مين؟ لوحة كده مسميها لوحة الموقع العام. هستفيد ايه من لوحة الموقع العام دي؟ هتبص على اللوحة، انا مش عايز اي تفاصيل جوه اللوحة، كل التفاصيل اللي جوه اللوحة دي، تمام، ما تخصنيش اصلا في اي حاجة. امال ايه التفاصيل اللي انا عايز اعرفها؟ انا عايز اعرف 3 حاجات هنا. ايه هما ال3 حاجات؟ عايز اعرف مساحة الارض بتاعتي دي كانت قد ايه، مساحة الارض الكلية كانت قد ايه، صح الكلام؟ وعايز اعرف الراجل ده لما جه بنى على مساحة قد ايه، ولا بنى على المساحة الكلية؟ لان لو بنى على المساحة الكلية وانا حاطط عمود هنا، تمام، مش هينفع العمود ده ابدا يتعمل ايزوليتد فوتنج، لانه كده هيبقى خارج بره حدود الارض بتاعتي، صح ولا مش صح؟ يبقى انا لازم اعرف المساحة الكلية، واعرف المساحة بتاعة البنى اللي احنا قلناها قبل كده اللي اسمها نسبة البنى، تمام، وكمان اعرف الحدود بقى بتاعتي كانت عاملة ازاي، هنا في شارع ولا كان في جنبي جار ولا الدنيا ماشية ازاي. تعال نبص على الحاجات دي عشان نطلعها. يبقى البيانات اللي انا قلتها دي هتطلعها من اي لوحة؟ لوحة الموقع العام. يبقى انا اروح داخل كده على لوحة الموقع العام، ادي يا سيدي اللوحة، كان قايل لك ان هنا ده الحد الشرقي شارع، يبقى اذا انا عندي هنا كان ايه؟ ده الشارع الرئيسي بتاع الراجل ده، تمام. وبعد كده يا باشمهندس كان عندي ايه تاني؟ انا كان عندي الناحيه دي الحد القبلي قطعه ارض، يعني انا كده جنبي ايه؟ جار من الناحيه دي، والناحيه دي كان جنبي برضو ايه؟ قطعه ارض، يعني الناحيه دي جار ويعني الناحيه دي جار. يبقى اذا من لوحه الموقع العام انا عرفت الحدود الخارجيه هتبقى ايه؟ هنا عندي شارع رئيسي، وهنا كان عندك ايه؟ جار، والناحيه دي جار، والناحيه دي جار، يبقى انت عندك 3 نواحي فيهم جيران والشارع الرئيسي قدامنا. فيها كده مشاكل؟ عايز اعرف مساحه الارض الكليه. طب اعرف مساحه الارض الكليه ازاي؟ بمنتهى البساطه، حركه تيجي هنا كده وتروح رايح على البلان المعماري، تمام، ادي البلان المعماري، حته الارض بتاعه الراجل ده كانت بادئه منين؟ حته الارض بادئه ايه؟ اللي هو المستطيل ده، بدايه من المستطيل ده هي دي حته الارض. فاروح انا جاي كده باي لير، باي لير ايا كانت بقى اي حاجه، تمام، واروح راسم مستطيل حوالين حته الارض دي من اول هنا كده لحد فين؟ لحد اخر حته الارض. فين اخر حته الارض بتاعتك؟ اهي، لحد اخر حته الارض. خلاص كده يا باشمهندس رسمت المستطيل ده، هستأذنك تاخد المستطيل ده اللي انت رسمته اللي هو بيعبر عن الحدود الخارجيه للارض وتعمل له ايه؟ موف من هنا كده وتحطه لنا في اي حته. يبقى دي كده حته الايه؟ الارض. طب الراجل ده لما جه بنى، هل بنى من اول هنا من اول حدود الارض، ولا بنى من جوه؟ بنى من جوه. يبقى انا ممكن اجي كده من جوه كده من اول هنا، دي كده المسافة اللي بنى فيها لحد هنا يا سيدي، واروح واخد دي كمان واعمل لها ايه؟ اخدها واعمل لها موف واجيبها احطها في اي حتة هنا. يبقى اذا دي المساحة الكلية للارض، ودي المساحة بتاعت البنى. طبعا هنا كان في بقى الحتة دي كنت ممكن تمشي معاها، يعني لو انت عايز تجيب مساحة بالظبط، يعني احنا بس عايزين نعرف المساحة اللي بنى عليها تقريبا كانت قد ايه. فانا ممكن اجيب ايه يا باشمهندس؟ اجي هنا
واروح عامل امر ايه بقى؟ امر ليست او امر بروبيتس، اي امر يجي جايب لك مين؟ المساحه. فقمت ماسك دي تاني وعامل له امر ايه؟ ليست، ودايس ايه؟ ودايس انتر. طلع المساحه بتاعت حضرتك كام؟ 400 وكام هندسه؟ 403. فاذا المساحه الكليه بتاعت الارض 403. طيب مساحه البنى قد ايه؟ اجيبها ازاي؟ هروح اقيس الابعاد بتاعت المستطيل الثاني. انا هقفل ده عشان عمال يزهقني، وخلينا في ده ماشي. فقمت جايب برضو ايه؟ امر ليست كده تمام. فطلعت مساحتها كام؟ 223. يبقى انا عندي مساحه البنى 223. لو انا جيت قسمت الاثنين على بعض يبقى 223 على ال 403. 223 على 403 هتطلع المساحه بتاعت سيادتك كام؟ 55% تقريبا. 55%. طب 55% دي هي النسب اللي احنا اتفقنا عليها ولا كانت غير كده؟ احنا قلنا ان احنا بنخلي نسبه البنى من 40 ل 60%، والراجل ده كان واخد كام؟ 55%. قلت لك 40% دي مش ثابته و60% مش ثابته، بتختلف على حسب المنطقه اللي بتبني فيها. فانت كده عارف ان نسبه البنى في المنطقه دي قد ايه؟ تقريبا 55%. صعبه العمليه دي؟ تمام كده الحمد لله. الدور بتاع اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي خلاص ما بقاش ليه قيمه بالنسبه لنا، يعني انا مش هعمل بيه اي حاجه تاني. يبقى انا كده رحت الموقع العام حددت منها ايه؟ المساحه الكليه للارض ومساحه البنى والحدود بتاعتي كان فيها ايه؟ صعبه العمليه دي؟ تمام. بعد كده هبدا اقرا اللوح المعماريه لوحه لوحه، وبعد ما اقرا اللوح المعماريه دي لوحه لوحه يا باشمهندس هبدا اعمل ايه تاني؟ اعمل حاجه اسمها مفتاح المشروع. نعمل حاجه اسمها ايه؟ مفتاح المشروع. ايه مفتاح المشروع ده؟ نعرف المناسيب. هنا الراجل ده كان محترم وكويس ومديك الواجهه، راجل معماري محترم وكويس ومديك ايه؟ الواجهات. ممكن واحد تاني تمام يعمل زي ما انا هعمل معاك في المشروع كده وما يدكش الواجهات، سيبك تعيش في البلد، مش هرسم واجهه، مش مقتنع، مش عايز ارسم واجهه، اتصرف انت بقى واجهات المناسيب. فتبدا تعمل ايه؟ نقرا اللوح المعماريه. فتعال نتعلم نقرا اللوح المعماريه دي من غير دي، وبعد كده نبقى نشوف الكلام ده عليه ماشي. نحاول نقراها من غير ما نبص على ده عشان كده بس. بعد هاجي كده واحده واحده. اول حاجه هنا كده مسقط افقي للبدروم. مسقط افقي ايه؟ للبدروم. ادي حدود الارض من بره اهي. اول حاجه انا داخل كده ده الشارع، فدخلت انا كده في حدود الارض بتاعتي. ده كان عند منسوب كام؟ صفر. حلو الكلام. انا عند منسوب كام هندسه؟ صفر. فانت ممكن بسم الله الرحمن الرحيم كده ان انت يبقى معاك عربيه، فالعربيه دي هتخش بيها من منسوب صفر تنزل على البتاع المثلثات ده اسمه ايه؟ اسمه الرام. الرام ده هو عباره عن بلاطه، وبلاطه مايله هتنقلك من منسوب لمنسوب. يبقى الانديكيشن ده او الرسمه دي بتاعت حاجه اسمها ايه؟ الرام. فانا نزلت على الرام، فالرام بينزلني لحد منسوب كام؟ سالب 1.8. ممكن ارسم الحته دي؟ ده كده اسمه المفتاح اللي احنا بنعمله ده. يبقى انا كده عند حته الارض كده هروح نازل لحد منسوب كام هندسه؟ يبقى انا هنا عندي سالب 1.8، وده كان منسوب الصفر. شد لي بقى خط كده لفوق، شد لي كمان خط كده لفوق تمام. الخطوط دي ملهاش اي قيمه، هنعرف بقى فايدتها ايه بعدين يعني. حلو. يبقى انا نزلت بالرامب بتاعي من منسوب الصفر لحد منسوب كام؟ سالب 1.8. والمعماري كان مديني الدور ده سماه لي معماري مين؟ معماري الايه؟ البدروم. طب ممكن نقرا كده معماري البدروم ده فيه ايه؟ قال لك ده ما فيهوش حاجه خالص، ده انت نزلت بالعربيه بتاعتك ده كل المساحه دي مالها؟ جراج. اركن عربيتك يا ريس في اقل حته تمام، وفي غرفه تحت اهي، ده حمام. حمام بتاع مين؟ بتاع الحارس. يبقى انا عندي غرفه تحت الحارس اهي يا باشمهندس، وعندي حمام. طب الراجل ده راعى المعماري وراعى حاجه اسمها كود البناء الموحد ولا ما راعاهاش؟ غرفه الحارس انا كنت عارف ان مساحتها المفروض 5 متر مربع، صح الكلام؟ زي ما قريناها في كود البناء الموحد. انا كده دي 4 في 3 12 متر، حلو قوي. غرفه زي الفل، تمام كده يا باشمهندس؟ طب الحمام المفروض لو هو ده حمام، ده حمام ما يعتبرش رئيسي، يعني يعتبر دوره ميه تمام؟ فدوره الميه المفروض تبقى ايه؟ مساحتها 80. فتبص هنا ده متر 90 في متر 30، محقق المتطلبات؟ زي الفل. يبقى الراجل ده ماشي ايه؟ ماشي على الخطوات اللي احنا واخدينها، عمل المشروع زي ما احنا ايه؟ ما احنا متفقين. طيب انا الحمد لله ركنت عربيتي وماليش دعوه بالحارس. ركنت عربيتي وماليش دعوه بالحارس. عايز اطلع بقى في الدور اللي فوق، يعني انا مش هفضل قاعد في البدروم. هطلع ازاي؟ حضرتك لو مشيت كده، لو مشيت كده من الناحيه دي
هتخش هنا كده هتلاقي ده اسمه ايه؟ ده الباب. حضرتك تخش الباب ده مين يا باشمهندس؟ السلم. السلم ده هو اللي هيطلعك من الجراج لحد الدور اللي بعده. كده البلان ده فيه اي حاجه مش مفهومه؟ دي ملحوظه كويسه. ازاي اصلا في شباك في البدروم هنا؟ ويعني انت خدت بالك من ده ما خدتش بالك من ده مثلا؟ وده ازاي في البدروم في شبابيك يعني؟ البدروم ده تحت الارض سب سالب 1.8. هنشوف بقى يعني، خلينا فاكرين السؤال ده انا هجاوبك عليه. ازاي في شباك هنا؟ تمام، الشباك ده ازاي موجود؟ قالوا الكلام هو زي ما حضرتك قلت كده. تمام، طيب هنبقى نشوف يعني. انا هوريها لكم يعني، انا عامل حسابي على السؤال ده وهجاوبك عليه. ماشي، طيب اكمل بقى. عايز اطلع في الدور اللي بعده. ده كده الدور اللي بعده اسمه ايه يا هندسه؟ مسقط افقي للدور الارضي. طب مسقط افقي في الدور الارضي ده، انا طالع من السلم ده دلوقتي، انا طالع من السلم ده دلوقتي، عندي شقه اهي ناحيه اليمين ممكن اخشها بالباب ده، وعندي شقه ناحيه الشمال ممكن اخشها من الباب ده. امال ايه الباب الكبير ده؟ هو انت لازم يبقى عندك عربيه؟ يعني انت لازم يبقى عندك عربيه عشان تسكن عندنا؟ انا ممكن ما عنديش عربيه. طب انا لو ما عنديش عربيه هعمل ايه؟ انا والله لو ما عنديش عربيه ده الباب بتاع العماره، تمام، بدل ما انا كنت داخل من الباب ده بالعربيه ونزلت تحت بالرمب، لا انا داخل على رجلي عادي، تمام، ده منسوب الصفر، اطلع الكام سلمه دول ينقلني للمنسوب بتاع مين؟ متر 20. ده المنسوب بتاع مين؟ معماري الايه؟ الارضي. يبقى ده معماري الارضي على منسوب كام؟ متر 20. يبقى انا كده انا هطلع من هنا لهنا كده بسلم، والسلم ده هيوصلني هنا كده عند معماري مين يا هندسه؟ الارضي. ويبقى المنسوب ده قد ايه يا هندسه؟ متر 20. هل الكلام ده مش مفهوم فيه حاجه؟ حلو، يبقى انا دلوقتي كده عايز اقرا المعماري بقى نفسه. انا فهمت كده المناسيب، عايز اقرا المعماري. انا يا سيدي كان عندي عربيه فالحمد لله طالع من جوه، فدخلت هنا، دخلت الشقه اللي ناحيه مثلا اليمين دي شقتنا، فالشقه ناحيه اليمين عندي ريسبشن. الريسبشن ده يا باشمهندس كانت مساحته 3.7، فمش عارف و4 وكام. الكود كان قايل لك الريسبشن المفروض ما يقلش عن 12.5، فلو حسبت المساحه دي هتطلع اكبر من 12.5. خير وبركه، حلو الكلام. يبقى انا الحمد لله. بعد كده لو انا قاعد في الريسبشن ومخنوق شويه ممكن اخرج من الباب ده كده، ده عباره عن ايه؟ تراس، بلكونه يعني. حلو الكلام، بلكونه في دور ارضي. مع حضرتك ده مش ارضي، ده مش منسوب صفر، ده كان منسوب كام؟ بنسميه ايه؟ ارضي مرتفع، صح ولا مش صح؟ لو منسوب صفر يبقى بلكونه ايه دي؟ صح ولا مش صح؟ يبقى ده على منسوب ايه؟ مرتفع. طيب كويس، بعد ما خلصت الاستقبال عندي هنا بقى عندي حمام. ده حمام الضيوف كان متر 10 في 23، محقق متطلبات الكود. وكان عندي دي قلنا اسمها ايه الطويله دي؟ طرق التوزيع. فطرقه التوزيع كانت موجوده. عندك المطبخ اللي المفروض كانت مساحته كانت تقريبا كانت كام؟ ها، كان مطبخ كان مساحته كانت 3 متر مربع، تمام. فانت هتلاقي ان ده محقق المساحه بتاعه المطبخ. يا ريت لو سمحت بعد اذنكم نرجع الحصه دي، تمام، عشان هي مهمه الحصه بتاعه المعماري دي، تمام، يعني حتى لو انت ما اهتمتش بيها فهي مهمه، خلاص هي مهمه غصب عنك، هي مهمه. ماشي، طيب ركز بقى كده معايا. يبقى ده المطبخ وده الحمام، وحضرتك عندك اوضه نوم اهي. واوضه النوم قلنا المساحه بتاعتها المفروض ما تقلش عن 7.5 متر مربع، فالمساحه دي كانت 3 × 3.16، يبقى عدت المساحه اللي انا عايزها. وبعد كده عندي الحمام الاساسي، وبعد كده يا باشمهندس عندي غرفه نوم وفي كمان تراس هنا كده، وبعد كده يا باشمهندس عندي غرفه نوم ثانيه. اتفهمت؟ يبقى الشقه دي ادي اوضه نوم، ادي اوضه نوم ثانيه، ادي اوضه نوم ثالثه، يبقى 3 غرف نوم، تمام، وحمامين ومطبخ وريسبشن وبلكونتين. دي الشقه. صعبه؟ طب في ملاحظه بقى انا لاحظتها. ايه هي بقى الملاحظه دي؟ الشقه دي فيها هنا كده ايه البتاع اللي طالع ده؟ ده سلم. طب وايه البتاع اللي طالع اللي هناك ده؟ ده سلم. ايه سلم يا عم؟ ايه السلالم دي بقى كلها؟ تحت ايه السلم ده؟ مش تسمع كده يقول لك ايه، احنا هنبيع لك الشقه ده بمدخل خاص. ده المدخل الخاص بتاع حضرتك. يعني انا لو جاي من منسوب الصفر او دخلت العماره انا مش لازم اطلع من هنا واخش شقتي من هنا. انا ممكن حضرتك امشي كده وده مدخل خاص بيا، يعني مش حدش هيستخدمه في العماره غيري. ونفس الكلام برضو عندي مدخل خاص ايه؟ الناحيه الثانيه. يبقى انا الشقه دي بسم الله ما شاء الله عندها كم مدخل تخش منه؟ 3 مداخل. ممكن اخش من الباب الرئيسي وادخل من الباب ده، ممكن اخش من المدخل الخاص ده، او ممكن اخش من المدخل الخاص اللي في الاخر اللي هناك ده. اتفهم كده يا باشمهندس؟ فهمنا الانديكيشن ده بتاع ايه؟ ده سلم. هو بص ده كان منسوب الصفر وطالع لحد منسوب كام؟ متر 20. والله انا كنت انا عارف ان السؤال
عنده حق. مش هنا في جار؟ ها حضرتك الجار بره، الجار بره، احنا بانيين هنا صح؟ الله ينور عليك هندسه، ده كان سؤال لازم يتسال. البلكونه بتاعتي هنا، كل الدسور حواليا وحته انا سايبها، فهنا في شارع فاهم، مش جار. جار ده لو هو لازق فيا هقول لك عندك حق. يعني هو السؤال ده جه في دماغي برضه انا بفكر كده، لقيت طب مش في جار، هروح فين يعني، هروح فين دي. هو حتى لو ما فيش جار يعني، ما يعني انا ايه اللي هيخليني ادخل الناس من اوضه النوم كده؟ انا مش فاهم يعني، يعني ما مش منطقيه برضه يعني، بس ما فيش مشكله عادي بقى، انت براحتك. عايز بقى يعني ممكن معاك حد عايز تقربه ولا حاجه تتصرف يعني. اه والله حلو يعني، يعني انا مش ضررني في حاجه عامه. طيب الاحظ ايه هنا بقى يا باشمهندس؟ عايزك تلاحظ كم ملحوظه كده من الملحوظات اللي احنا قلناها في التقسيم المعماري. هعمل بس حاجه كده عشان ايه اشوف ايه الملحوظه اللي انا عايزك تلاحظها. مش ده كان الشارع الرئيسي؟ حط الريسبشن هو فين؟ الشارع الرئيسي، صح ولا مش صح؟ مش اتفقنا ان السلم يتحط في نص المنشأ؟ حط السلم في نص المنشأ. المنور ده افضل مكان ليه في الحياه، هو المنور يبقى في المكان ده، بحيث ان هو عامل ايه؟ منور السلم، تمام؟ لو السلم انت عايز تعمل له شباك زي الشباك اللي هو عمله ده كده، هينور لك السلم، ومرمي عليه مين ومين؟ حمام ده والحمام ده. طب والحمام التاني والمطبخ هيترموا فين؟ اهو عامل لك شبابيك ليهم اهو. اتفهمت؟ يبقى الشقه دي كلها متهويه ولا مش متهويه؟ متهويه وزي الفل. لما جه يقسم الشقه، او لما يجي يقسم حته الارض بتاعته على شقتين، قسمها بالعرض كده بحيث ان الشقه دي تبقى واخده كل المميزات والشقه التانيه مش واخده حاجه خالص؟ لا، خلاها الشقه بالايه؟ بالطول. مش هي دي الملاحظات اللي احنا قلناها؟ مش قلنا في حاجه كده اسمها ايه؟ التغذيه البصريه، انها تفتح لك 50 60 70 80 الف بلان كده تقعد تتفرج عليهم لحد ما تلقط المعماريين بيعملوا ايه، عشان لما ربنا يكرمك ويجي لك حته ارض هتعملها انت تصميم معماري وتصميم انشائي تعرفه. اتفهمت الكلام ده؟ عشان برضو نبقى عارفين في حاجات هنشرحها في الكورس ليها علاقه يعني اساسيه بمشروع التخرج، لازم هتعملها في مشروع التخرج، وفي حاجات تانية لا. التقسيم المعماري ده مالناش دعوه بيه، مش هتعمله في مشروع التخرج. حاجه زي حصر الكميات مش هتعملها في مشروع التخرج، فاهمني؟ في بعض التفاصيل كده بنقولها زياده عشان لما ربنا يكرمك وتشتغل يبقى الدنيا ايه كويسه معاك، اذ ربما تجي لك حاجه زي دي. اتفقنا؟ طيب بعد كده يا باشمهندس الحمد لله الشقه الناحيه الثانيه زيها بالظبط، برضو استقبال وحمام ومطبخ ونوم وزي الفل. في مشكله؟ طب انا مش ساكن في الدور ده يا سيدي، انا حر. حلو، انا ساكن في الدور اللي بعده، يبقى انا داخل كده العماره طلعت الكام سلمه دول قدام السلم، السلم ده يطلعني على منسوب الدور اللي ايه؟ اللي بعده. تعال نطلع الدور اللي بعده، الدور اللي بعده سماه مسقط افقي للدور المتكرر اللي هو بالنسبه لنا ده هيبقى الدور الايه؟ الاول. صح الكلام ده كده، هو مديني معماري الدور الاول بس اكتب لي كده ما بين قوسين ان هو كان ايه، كان متكرر. تمام، طب ده كان على منسوب كام ده؟ اما نشوف كده ده كان على منسوب كام. قمت انا داخل كده اهو الحمد لله طلعت الدور ده تمام. بعد ما دخلت كان على منسوب 44، كان على منسوب كام يا هندسه؟ 44، بس مش كده، على منسوب كام الدور ده؟ 44. المفروض كان يبقى حاطط لك المنسوب بس هو نسي، يبقى ده على منسوب كام؟ 44. وده كان على منسوب كام؟ متر ايه؟ 20. هستفيد ايه انا من المعلومه دي؟ هستفيد ان الارتفاع بتاع الدور ده كان كام؟ 3 متر. طب والارتفاع بتاع الدور المتكرر هيبقى كام؟ 3 متر 20. المعلومات دي هتفيدك في حاجه؟ هتفيدك وانت بتصمم العمدان. انا هصمم العمدان ازاي؟ مش عايز اعرف ارتفاع العمود؟ صح؟ طيب بعد كده يا باشمهندس تعال نكمل قرايه. طبعا هنا المسقط ده هتلاقيه شبه المسقط اللي تحت قوي. انت عندك ريسبشن بسم الله ما شاء الله واسع، عندك بلكونه بره اهي زي الفل. ومش بس عندي الريسبشن والبلكونه، ده انا كمان عندي جوه هنا كده يا باشمهندس عندي الحمام، وبعد كده المطبخ، وبعد كده اوض النوم اللي احنا اتفقنا عليها، وبعد كده عندي بلكونه هنا، والشقه اللي الناحيه الثانيه نفس النظام. في اي تفصيله معماريه مش فاهمها هنا؟ في اي تفصيله معماريه مش فاهمها هنا؟ طيب كلام جميل قوي. طب بس هو كده الراجل راح عمل ايه؟ راح مديني مسقط افقي للدور المتكرر، وبعد كده راح مديني ايه اخر حاجه؟ مسقط افقي لدور السطح، وكتب لي ان المنسوب بتاعه 14. حلو الكلام، مسقط افقي لدور السطح وكتب لي ان المنسوب بتاعه 14. سلام، كتب المنسوب بتاعه كام؟ 14. إذن
تقوم انت بقى ايه مستخدم ذكائك تقول ارتفاع الدور ده 3 متر، وارتفاع الدور ده 3 متر 20، وارتفاع الدور ده 9 متر. مش منطقية يعني، ما لو شغلت دماغك شوية حضرتك هو كتب لك على ده ان هو ايه، وحضرتك عرفت ارتفاعه كام، كمل بقى لحد ما توصل لل 14. 4 و4 من 10 زائد 3 و2 من 10 فيعمل لك دور يخلص عند الكام تقريبا، 7 و6 من 10، و7 و6 من 10 زائد 3 و2 من 10 يعمل لك كمان ايه دور يوصل لك لحد الكام 10 وكام و8، وبعدين 3 و2 من 10 يوصلك لل 14. يبقى ده كان بدروم وارضي واول وتاني وتالت وايه وسطح، بس دول كلهم اسمهم ايه متكرر، عشان كده اداني بلان كام، بلان واحد لده كله. خلاص اتفهمت، عرفت ازاي حضرتك تجيب المناسيب بتاعتها ولا ما فهمتهاش كده؟ انت الحمد لله كده انت راجل بتفهم، عرفت تجيب المفتاح بتاع الخريطه. بصرف النظر انا رسم وحش هنا، بس يعني لو رسمنا على السبوره هيبقى ايه، هيبقى شكله كويس، بس هو رسم باوس ايه صعب شويه. طب انت ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن ما كنتش توجع دماغك في القلق اللي انا قعدت اعمله ده، ولو هو راجل محترم ومديك سكاشن هروح رايح على السكشن اللي هيفهمني بقى كل حاجه. ده العماره بتاعتي، حلو. فين المنسوب؟ ده المنسوب بتاع مين هندسه؟ الصفر. ادي يا سيدي السلم اللي انت كنت محتار فيه، فاكرين السلم اللي كان بره ده؟ يبقى انا لو شقتي دي انا ممكن اخش من هنا على طول، وفي زيه في ظهر الايه، في ظهر العمار، صح ولا مش صح؟ وممكن اروح داخل من هنا وطالع على السلم الرئيسي، براحتك اعمل اللي انت عايزه. تمام، هما كام دور كده يا هندسه؟ اه ادي دور من هنا لهنا، من 1.2 من 10 ل 4 و4 من 10، ومن 4 و4 من 10 ل 7 و6 من 10 زي ما قلنا، ومن 7 و6 من 10 ل 10 و8، ومن 10 ل 8 لحد 14 في حته فوق كده. بص لي على البلان ده، ممكن تقول لي البلان ده، البلان ده فين السقف اللي فيه؟ ده فراغ وده فراغ صح؟ بتوع السلم والمنوش. يبقى فين السقف؟ من اول هنا كده كل ده سقف صح؟ هل ده كل ده سقف؟ حضرتك ده مش سقف، ده مش سقف، السقف هي الاوضتين اللي فوق دول. فاكر نسبة البنى؟ نبني على 40 ل 60% من مساحة الأرض، ما عدا السطح ببني على 25%. صح ولا مش صح؟ وقلت لك بيبقوا عبارة عن إيه؟ ما كدبتش عليك في حاجة، خلي بالك عشان تبقى فاهم، كل حاجة قلت موجودة. بتبقى عبارة عن خدمات. عمل اسانسير فين؟ اذا كان في سلم يعني. النص مثلا يتعلق في السقف يعني. الله ما اعرفش، بس هو ما فيش اسانسيرات هناك يعني، يعني ده المشروع ده من غير اسانسير. حلو؟ طب سبت الاسانسير اصلا مش المعماري اللي بيعملها، الشقي اللي عامل، طب ما هو مقشر ده. في اسانسير هنا؟ لا. طيب يبقى اذا الاوضتين اللي باينين فوق دول هم الحته بتاعت السقف اللي باينه فين يا هندسه؟ اللي باينه هنا. مفهومة القصة دي ولا مش مفهومة؟ مفهومة القصة دي يا هندسة ولا مش مفهومة؟ فهمتوا كده البلان ماشي ازاي؟ نرجع بقى لحتة الشبابيك اللي أنت سألتني عليها. بص هتبان لك هنا. هي دي الشبابيك يا هندسة. الشبابيك عمرها ما هتبقى تحت الأرض. بالظبط، هو ارتفاع الكلام ده حضرتك عندك حق امتى؟ لو كان البدروم انتهى هنا. يعني لو البدروم انتهى هنا كده عندك حق، الشبابيك تبقى هتتحط فين؟ ده تراب بره، صح ولا مش صح؟ لكن هو حط الشبابيك فوق منسوب الصفر عشان تهوي البدروم وتشوف منه. اتفهمت كده؟ طيب يبقى ده كده ايه؟ البلان المعماري. اللي احنا عملناه ده في حاجه صعبه؟ اللي احنا عملناه في حاجه صعبه؟ اللي احنا عملناه ده هو اهم جزء في المشروع كله. اللي احنا عملناه ده يا باشمهندس هو اهم جزء في المشروع كله. طيب كده انت الحمد لله عرفت ان دول متكرر، وفوق هنا كده عندي مين؟ السطح. من المعلومات اللي حضرتك لازم تبقى عارفها، انا لما هاجي اصمم الحاجه دي تمام، او اصمم البيت ده، انا هعمل سقف واعمله على الساب واطلع رياكشن بتاع العمود، وبعد كده بضرب في عدد الادوار، في عدد الادوار اللي هضرب فيها كام؟ 1 2 3 4 5. كام دور؟ 5 ادوار. يبقى العمود هيتضرب في قد ايه؟ كام دور هما؟ 5 ادوار. طب يا باشمهندس ما كان في هنا حته كده ايه بتاعه السطح، مش كل الاعمده هتكمل اصلا، مش كل الاعمده هتكمل، واتفقنا ان اصلا اللي فوق ده بيبقى اسمها مباني ايه؟ مش قلنا مباني خفيفه؟ يعني اصلا ممكن ما تبقاش خرسانات، صح ولا مش صح؟ طيب لو هي خرسانات هتيجي على الاعمده دي اللي هم الثلاث اربع اعمده اللي مكملين فوق، ودول مش هيتضربوا بخمسه، هيتضربوا في كام؟ في ست. اتفهمت؟ لكن عدد الادوار الثابت في المشروع هيبقى كام؟
5، وارتفاع الدور كام؟ 3.2 من كل كل الحاجات دي لازم تبقى فاهمها. طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه اعملها على السبوره عشان انا مش عارف اعملها هنا، تمام؟ ده اسمه دور ايه؟ وده اول تاني تالت، وده حلو جميل ده السطح. ممكن تقول لي في ضوء المعلومات اللي انا مديها لك واللوح المعماريه اللي انا مديها لك والحاجات الحلوه دي، ممكن تقول لي المشروع ده انت كانشائي هتطلع لي فيه كام لوحه؟ وكل لوحه هتطلعها منين؟ نعد المعماري بيقطع ويبص فين؟ لتحت، وحضرتك هتقطع وتبص فين؟ لفوق. فقمت انا جاي كده قاطع في الدور اللي هو بتاع مين؟ البدروم، وباصص لفوق كده عشان اجيب سقف مين؟ سقف الايه؟ الارض ولا البدروم؟ ده سقف البدروم. طالما قطعت في البدروم يبقى التسميه بتاعت البدروم، يبقى ده اسمه مين؟ سقف البدروم. لان السقف ده هتشوفه امتى؟ كسقف وانت واقف في البدروم، يبقى اسمه سقف مين؟ البدروم. سقف البدروم لما هتيجي تجيبه هتاخد معماري مين تشتغل عليه؟ حلو، قطعت في الدور ده وقمت باصص لفوق عشان اجيب سقف مين؟ الارضي. انا قاطع في الارضي يبقى ده اسمه سقف الارضي، قاطع في الارضي يبقى اسمه سقف ايه؟ الارضي. طب سقف الارضي ده هجيبه من معماري مين؟ الاول. وبعد كده يا باشمهندس قمت قاطع في الاول عشان اجيب سقف الاول، سقف الاول هجيبه منين؟ يبقى اذا كده حضرتك عندك كام لوحه للسقف؟ واحد سقف الارضي، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ولا كام واحدة يعني؟ انا عندي دلوقتي يا باشمهندس سقف مين؟ البدروم. ادي لوحة رقم واحد اللي هي هتيجي من معماري الايه؟ الارضي، صح الكلام؟ وبعد كده يا باشمهندس عندي سقف الايه؟ الارضي اللي هو هجيبه من معماري مين يا باشمهندس؟ سقف الارضي هجيبه من معماري الاول. وعندي سقف الاول اللي انا هجيبه من معماري المتكرر، صح الكلام؟ وعندي فوق خالص اللي هو السقف بتاع مين؟ السطح. يبقى دول كام لوحه سقف؟ ثلاثة. ليه؟ ما هو كان هنا يا باشمهندس الارضي كاتب لك انا ان الارضي والاول والمتكرر كانوا كلهم حاجه واحده، مش هو هنا اداني معماري بدروم وبعد كده معماري الارضي وبعدين راح مديني ايه؟ معماري المتكرر على طول. يعني الاول هو ايه؟ المتكرر. يبقى اذا البلان ده والبلان ده هما الاثنين هيجوا منين؟ من المتكرر. يبقى اذا البلان ده والبلان ده يطلع لهم كام لوحه؟ لوحه واحده. يبقى دي واحد اتنين تلاته، ولوحه محاور واعمده ولوحه اساسات اللي هو انت هتقطع في الدور ده وتبص لتحت، يبقى هيجوا منين؟ من البدروم. تاني بقى كده معايا؟ تاني كده معايا بعد اذن حضرتك؟ عشان الرسمه تبقى ايه مفهوم. هرسم هنا كده على السبوره بقى، انا هحطها لك في الفيديو عشان تشوف، ولكن على السبوره بقى ده ايه؟ ده الاساس عشان ايه؟ اعرف انا ارسم. ده منسوب كام؟ صفر. حضرتك نزلت لتحت كده تمام، وبعد كده طلعت لفوق كده، نزلت لتحت كده كان منسوب سالب 1.8، طلعت لفوق كده عند منسوب 1.2، من هنا لحد هنا ده كان دور واحد اللي هو اسمه الايه؟ البدروم. حلو، بعد كده قمت طالع على الدور اللي بعده اللي هو اسمه الارضي، كان على منسوب 4.4، بعد كده ده الدور الاول، الثاني، الثالث، السطح. اظن كده مفهوم. حلو، يبقى ارضي اول، ثاني، ثالث، سطح. الراجل المعماري التاني معماري مين؟ معماري البدروم. ومعماري مين تاني؟ الارضي. وراح على طول راح قلبني وراح مديني معماري مين؟ المتكرر. يبقى ده هو كمان معماري مين؟ المتكرر. يبقى ده كمان معماري مين؟ المتكرر. لحد ما في الاخر راح مديني مين؟ معماري السطح. انا كانشائي هقطع في كل دور وابص لفين؟ لفوق. فقمت قاطع هنا كده في البدروم وباصص لفوق، فقمت جايب سقف البدروم. سقف البدروم جبته من معماري الارضي، ادي اول لوحه. قمت قاطع في الارضي وباصص لفوق، فقمت جايب سقف
الارضي اللي هيجي من معماري مين؟ قمت قاطع في الاول وباصص لفوق عشان اجيب سقف مين؟ المتكرر اللي هو هيجي من معماري مين؟ يبقى اذا دي كام لوحه؟ اتفهمت كده؟ يبقى دي كده لوحه رقم واحد، دي ودي هيبقوا لوحه رقم كام؟ اتنين. ومفيش بقى غير ان انت تاخد ايه؟ معماري السطح عشان تجيب سقف مين؟ السطح. دي اللوحه رقم 3. اتفهمت؟ واجي اقطع في الدور ده ابص لتحت اجيب محاور واعمده، لوحه رقم 4 واساسات، يبقى لوحه رقم كام؟ 5. اتفهمت؟ اتفهمت؟ لو سمحت، لو سمحت ما تبداش اي مشروع في حياتك غير لما تعمل القصه دي. ما تخشش كده بسم الله الرحمن الرحيم وتروح داخل في المشروع على طول. سمي يا سيدي، ما اقولكش حاجه، بس ما تخشش في المشروع على طول. سمي كده واقعد اقرا البيانات المعماريه بالراحه، افهم الراجل عايز يعمل ايه، عشان انا يعني بشوف بعد كده بقى في المشاريع الناس جايه تسال المشروع، انت خدت المشروع يا باشمهندس كام دور؟ انت خدته كام؟ 3، وانت 4، وانت طب هما كام دور اصلا يعني؟ ولا كل واحد هيعد بمزاجه؟ يبقى نقرا اللوحه المعماريه نعرف هما كام دور، نعرف الدنيا ماشيه ازاي عشان نصمم صح. الجزء اللي انا عملته ده هو اهم حاجه في الليله كلها، الباقي كله سهل ان شاء الله يعني. في حد مش فاهم؟ في حد عايزنا نعيد اي حاجه؟ تمام كده؟ ده كده هنسمي الفيديو ده بقى، نقفله كده.